السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. في الفيديو ده بقى يا جماعة عايزين نعرف حاجة اسمها الإيلياك ماسلز. الصراحة الإيلياك ماسلز دول يعني ماسلز في الأبدومن، والماسلز دي هم اتنين ماسلز، واحدة اسمها سوس ميجور وواحدة اسمها إلياكس. العضلتين اللي في الأبدومن دول بيتحدوا مع بعض behind the inguinal ligament. إيه الإنجوينال ليجمنت؟ ده ليجمنت في اللور بارت of the anterior abdominal wall، بيمتد من العظمة دي اللي كلكم عرفتوها بقى، اللي هي السيس، اللي هي اختصار anterior superior iliac spine. والعظمة دي اللي اسمها بيوبيك تيوبريكلا. الليجمنت ده اللي في اللور بارت اوف ذا انتيرو ابدومينال وول بيعدي وراه وديبلي السوس ميجور والإلياكس. ورا الانجوان ليجمنت الاتنين بيتحدوا مع بعض، فبيتقال عليهم إليو سوس ماسل. والإليو سوس ماسل دي نازله عشان تبقى انسيرتد في الأبر بارت أوف فيمر. دي فكرة عامة عن الإلياك ماسلز دول، وإحنا بناخدهم عشان اللور بارت بتاعهم ده اللي معدي في الأبر بارت أوف ذا ساي. أول عضلة اللي اسمها السوس ميجور. السوس ميجور إيه الأورجن بتاعها؟ الأورجن بتاعها يا جماعة جاية من السايدز، أهي من السايدز بتاعت العظم ده اللي هو البادي of the vertebrae، ومن السايدز اوف الحاجات اللبني دي. ايه ده؟ ده الانتر فيرتبرال ديسكس، الكارتريج اللي ما بين الفيرتبري اسمه انتر فيرتبرال ديسكس، وبيكون طالع كمان من الفرونت اوف ذا بروسيس اللي طالع من البادي اوف ذا فيرتبري هنا. هون بروسيس ماشي بالعرض فبيتقال عليه ترانسفيرس بروسيس، بس طبعا ده مستخبي بالاوريجين اوف ذا ماسل. ويبقى السوس ميجور طالع من السايدز اوف ذا بادي اند السايدز اوف ذا انتر فيرتبرال ديسكس اوف تي 12 اند اول لمبر فيرتبري، يعني طالع من تي 12 لحد ال 5 من السايدز اوف ذا بادي والسايدز اوف ترانسفير اوف انتر فيرتبرال ديسك، زائد انها طالعه من الفرونت اوف ذا ترانسفيرس بروسيس بتاعت الفيرتبري ده. هي الإلياكس ماسل بقى طالعة منين؟ طالعة من الفوسة ده هي اللي اسمها إلياك فوسة. واتفقنا العضلتين أهم هيتحدوا مع بعض behind the inguinal ligament عشان يعملوا تندون inserted فين؟ في الليسر تروكانتر. In addition الإلياكس الانسيرشن بتاعها بيمتد كمان شوية، بيمتد كمان شوية، واضح في الرسمة دي اللي بالالوان الحلوه ده. هي دي الليسر تروكانتر انسرتت فيه الاليوسوس، والالياكس بتستمر بقى كمان الانسرشن بتاعها بيمتد لمسافه 1 انش بيلو ذا ليسر تروكانتر. يا ترى الاليوسوس دي ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ جوه السوس ميجور يا جماعه، جوه العضله نفسها، بيتكون بليكسس اوف نيرف مشهور قوي في اللامبر ريجون اسمه لامبر بليكسس، بيتكون جوه السوس ميجور. فطبعا اكيد السوس ميجور هتبقى واخده النيرف سبلاي بتاعها منين؟ من اللامبر بليكسس، من برانشز طالعه من ال1 2 و 3 لامبر نيرفز. الالياكس بتاخد نيرف سبلاي منين؟ الإلياكس يا جماعة على فكرة بيطلع من اللامبر بليكسس نيرف اسمه الفيمورال نيرف، بيمشي هنا كده بالظبط، ماشي ما بين السوس ميجور والإلياكس، وطبعا وهو معدي هنا الفيمورال نيرف بيغذي الإلياكس مصر. يا ترى إيه الأكشن بتاع السوس ميجور؟ السوس ميجور من المصرز يا جماعة اللي بتشتغل عادي، تشد الإنسيرشن ناحية الأورج، والغير عادي بتعمله كمان انها تثبت الانسرشن وتشد الاورجن.
فطبعا الكومانيست واللي يهمنا واللي احنا بناخدها عشانه ان الاوريجن اهو طبعا ده الناحيه الثابته، وبنسد الانسرشن. فطبعا لما شد الانسرشن العضله دي معديه ان فرونت اوف ذا هيب، وبالتالي لما تشد الليسر تروكانتر لفوق دي زمان فليكسورز اوف ذا هيب. وطبعا انتوا عارفين الهيب جوينت ده اللي بيحصل عنده حركه مين؟ حركه الساي، فهي المين فليكسور اوف ذا ساي، وبالتالي ذا مين فليكسور اوف ذا هيب، لان كل حركات الساي بتحصل على الهيب جوينت. العكس بقى بيحصل، ممكن اثبت لك الليسر تروكانتر على الناحيتين يمين وشمال. لو انت قاعد كده هون وثبتت الانسرشن اللي في الليسر تروكانتر وشتيت الاوريجن اللي في الفيرتبرال كولم ده لقدام، هتروح عامل ايه؟ هتروح عامل فليكشن اوف ذا فيرتبرال كولم. ده لو الناحيتين عملوا كونتراكشن. طب لو ناحيه مثلا اليمين بتاعت وهدان بس هي اللي عملت كونتراكشن، هتعمل ايه؟ هتروح واخده الفيرتبرال كولم ناحيتها وتعمل حاجه اسمها لاترال فليكشن اوف ذا فيرتبرال كولم. يعني الفيرتبرال كولم بيميل ناحيه العضله اللي عملت كونتراكشن. يبقى دي يا جماعه زمين فليكسور اوف ذا هيب جوينت اللي هي الاليوسوس، وبتعمل كمان فليكشن للفيرتبرال كولم لو الاثنين اشتغلوا، او لاترال فليكشن لو واحده بس اللي اشتغلت. Thank you for good listening and good luck.